يفام سبور بلس أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في 24 ساعة. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. سبعة ودرج علي في محلى راديو حلقة سبول بلوس لنهار جمعة 30 جوان 2023، الحلقة الأخيرة لهذا الموسم، الحلقة 210. باش تكون عنا متابعة مباشرة لنتائج الجولة الأخيرة من البطولة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تعرفنا رسميا على المشاركين في رابطة الأبطال وفي الكاف. البطولة باحت بكل أسرارها، ترج يتأهل إلى رابطة الأبطال بشق الأنفس. النادي الإفريقي في كأس الكاف في مباراة مجنونة ضد اتحاد بن قردين لعبنا 25 دقيقة وقت بدل ضايع، 25 دقيقة بعد التسعين سجلوا فيهم عديد من الأهداف، تلغات عديد من الأهداف بعد العودة للفار، حتى الهدف الأخير هدف الانتصار للنادي الإفريقي رجع الحكم للتثبت فيه في الفار، ونادي الإفريقي يتحصل على 3 نقاط تسمح له أنه يلعب في كأس الكونفدرالية الإفريقية، باعتبار أنه الاتحاد المنسيري تعادل في ميدانه أمام النادي الرياضي صفاقسي بعد ما كان متأهل وبعد ما كان متقدم في النتيجة جولة مجنونة. تعرفنا من خلالها دونك رسميا في كأس الكاف بيكون موجودين الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي في رابطة الأبطال. النجم الساحلي بطل تونس لكرة القدم لهذا الموسم مع الترجي الرياضي التونسي، والاتحاد المنسيري أوت من المسابقات الإفريقية. مرحبا بالجميع في سبور بلس. إسبوغ أحلى مع أحلى راديو إيفام. تحية لكل فريق الأعداد، غادة في العمل الصحفي، تحية لمراسلينا اللي في مختلف الملاعب. بعد شوية باش نمشيو إلى ملعب رادس للتصريحات في الندوة الصحفية مع زميلي محمد الهادي بخوش، مخرجنا سفيان بوهليل. تحية لوئام رابح وسفيان في الإيفام تي في وأمام القربي في الديجيتال. أيمن زروق باش رفقكم في ساعة العادة اللي نذكره هي الساعة الأخيرة لهذا الموسم، الموسم الخامس من سبور بلس، وسعيد أنه باش يرافقوني فيها شباب العلي في التحليل الفني وليد قرفيلة. مساء الخير، مرحبا وليد. خير، مرحبا بك، تحية ليك، تحية لسمير، تحية لكل المتابعين المتفرجين وكذلك المستمعين والناس اللي حاضرين معنا، الفريق التقني كل تحية لهم. أهلا وسهلا، مرحبا بك وليد قرفيلة. سمير سليمي، مساء النور. أهلا وسهلا سمير. مساء النور، إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل بطبيعة الحال، وعائلتي فيم كذلك إن شاء الله عيدكم مبروك. وفيسع فيسع نقولوا مبروك للإتوال تتويج عن جدار بطل تونس، مبروك الأندية التونسية اللي ضمنت المشاركة متاحة على مستوى البطولة الإفريقية، ترجي الإفريقي وباجا، وإن شاء الله حظ أوفر للاتحاد الرياضي المنستيري اللي قدم موسم ممتاز. مرحبا بك سمير السليمي، مرحبا وليد قرفيلة. بعد شوية يلتحق بينا كل من فتحي المولدي مجدي تراوي وعمار جمال بالهاتف، باعتبار أنهم مهوش موجودين حاليا، تعرفوا مجدي في تطاوين، عمار وفتحي المولدي موجودين خارج حدود الوطن. إذن مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية باش نمشي إلى رادس نسمعوا التصريحات اللي باش تكون في علاقة بتبيعة بالجولة الختامية للبلاي أوف البطولة. موضوعنا في لانفو دي جور. لانفو دي جور. إذن وليد، مخرجات الجولة الأخيرة كما كنا نحكي، وترجي يضمن مقعد في تشامبيونز ليغ الإفريقية بشق الأنفس الحقيقة، نادي الإفريقي مع الأولمبي البيجي في كأس الكونفدرالية. قبل ما نبدا نحكي على النادي الافريقي والترجي الرياضي والفرق اللي ترشحت للكؤوس الافريقيه، سمير برافو برافو برافو، نعتبرهم ابطال الجوله، النادي الرياضي صفاقسي واتحاد بن قردين اللي لعبوا الكره للكره رغم همش معنيين بمراتب افريقيه، لكن هما كانوا الحكم وكانوا الفيصل في تحديد المراتب الافريقيه. وهنا نحكي على المرتبه الثانيه والمرتبه الثالثه، الترجي اللي باش يلعب تشامبيونز ليغ والنادي الافريقي اللي باش يلعب كاس الكاف لاخر لحظه معناتها واخر وقت قعدنا نستناو. وقلنا هذا قبل بتيتر، الحاجه اللي كنا نتصوروه البطل باش يقعد لاخر لحظه، تعرفنا عليه في الجوله قبل الاخيره، لكن شوفوا البطوله تاع السنه والتشويق الكبير والشيء اللي صار، تعرفنا على صاحب المرتبه الثانيه والمرتبه الثالثه في تقريبا في الدقائق الاخيره. برافو للنادي الرياضي صفاقسي ايمن، برافو كذلك الاتحاد بن قردين، هنيئا للترجي الرياضي التونسي اللي في خلينا نقولوا اسوا مواسمه يقعد ويتحصل على المرتبه الثانيه. هنا باش فما علاقه وليت الحقيقه، فما دون لي زاديم تاع ليسبيرونس اليوم في الاديان تاع الترجي المشاركه في رابطه الابطال،
وفرصة اليوم الحقيقة للترجي الرياضي باش يصلح البيت نتاعو من داخل مرتبة ثانية، باش تكون محفزة برشا أكيد لرئيس النادي، الإدارة، مكونات النادي الكل، باش يصلحوا في الفترة هذية، يستغلوا الفترة الصيفية باش يصلحوا. ورينا فرحة كبيرة حتى بعد نهاية المقابلة الحقيقة بالحصول للترجي على المرتبة الثانية. كيف كيف نادي الافريقي نعتبرنا قبل ما نتعلم للنادي الافريقي همش نحكي عن نادي الافريقي مباشرة من ملعب رادس. التصريحات في الندوة الصحفية والأجواء مباشرة من المباراة الحقيقة مجنونة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. محمد لدي بخوش مساء الخير، مرحبا هادي، أهلا بك. نفهم مساعد مدرب الاتحاد الجرداني في المناطق الثانية كل على إذاعة إيفام اليوم مباراة كانت خلينا كله مجنونة في الأخر، برشا أهداف عكس يعني الميتونول ميتون ثاني ما فماش أهداف، لكن زاد علينا برشا احتجاجات ورينا ما فماش كورة في الحقيقة. حقيقة خاصة بعد الأهداف برشا احتجاجات. شنو صار بالضبط؟ كما حكيت الكورة في التونسيون ويصير في الملاعب الكل تحتاج لرسالة يكسيون عادية انك تحتاج على قرارات انت تحكي ما تشوفها غلطه. كل شيء بالضبط. ايش هي بالضبط الغلطات؟ الغلطات في القيم هذا الحكم يعني الجوط الضوء الهدف الثاني تاع النادي الافريقي ان شاء الله نطلع غلط ان شاء الله نطلع غلط ويطلع الحكم الثاني. كان مساعد مدرب اتحاد بن قزين يوسف الغريبي في انتظار مدرب النادي الافريقي ومساعد مدرب النادي الافريقي المره هذه. شفنا احتجاجات هذه من قبل اتحاد بن قردين، احتجاجات كبيره برشا، شفنا احداث حتى عنف بين الملاعبيه ومشاحنات كبيره برشا. شنو هو اللي صار؟ شنو الاسباب نتاع الغش هذا نتاع ملاعب اتحاد بن قردين؟ هو السبب الوحيد اللي هو الهدف الاول لاتحاد بن قردين اللي سجلوا وتم الغائه لداعي لا تسلل. برشا قالوا انه الهدف ماهوش تسلل، وبرشا زاد ملاعبي النادي الافريقي مشاو للحكم قالوا انه فما في الاكسيون هذيك فما ضربة جزاء للنادي الافريقي. يعني ليزاكسيون في جرت بعضهم مع انه الاهداف اللي تسجلوا مع انه اهميه هدف النادي الافريقي انه يسجل هدف انه يترشح لكاس الكاف هذايا كل برشا تونسيون خليت الحاله في وسط الميدان كيف. واضح هادي. نرجعوا لك في الندوه الصحفيه وقت اللي يرجع المدرب النادي الافريقي يكون موجود. نخليك الخطوه لنرجع لك هادي أيمن ثلاثة دقائق ويكون معنا مدرب النادي الأفريقي في انتظار أنه يعطي تصريحات لزملائنا الصحفيين في قناة الصفا اللي هي يعني تاخذ التصريحات من بعد ناخذهم عندهم عنده تصريح. واضح جدا محمد هادي بخوش. نرجع لك بعد شوية في ملعب رادس بعد شوية نحكيو عن النادي الأفريقي خاطر تو الأولوية للونتين. هيت نقعدوا دونك في الترجي الرياضي التونسي. ترجي ضمن التأهل إلى رابطة الأبطال الأفريقية، كانت مهدة المشاركة هذيا والتأهل إلى حدود تقريبا دقيقة 73 الحباسي عاد النتيجة الاتحاد للنادي الصفاقسي ضد الاتحاد الرياضي المناسيري، وبالنتيجة هذه ترجي تأهل للتشامبيونز ليج بعد فوزه على اتحاد طاوين 6-1. الوضعية الحالية متاع ترجي إداريا وفنيا تقابلها المشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية، عمل كبير استنى الإطار الفني للترجي وكذلك الإطار الإداري. أي أمل ملاحظة ثم نرجعك للسؤال. ملاحظة اللي وليد قبيلة شكر سي اس اس وشكر بن قردين على الروح الرياضية والقتالية اللي وراهم في الجولة الأخيرة، في المقابل نستغربوا من مردود تطاوين ومن مردود باجة. لازم نقولوا الأمور هذية كذلك، زوز فرق باجة من الفينال متاع كاس تونس تحصلت عليهم مبروك عليهم الكاس من وقت خرجت كومبليتمون من البطولة. اتحاد طاوين امام مشاكل ماديه، فريق ما يترناش تقريبا، خاسر الي لوتور، عمل تعادل فقط مع النادي الافريقي. باي مصداقيه نتكلموا على البطوله التونسيه بهذه الشكله؟ وبالتالي يلزم مراجعات كبيره على مستوى نظام البطوله. ترجي الرياضي التونسي في فتره انتقاليه انه يتاهل الى الشامبيونز ليج، فهذا محفز كبير وكبير وكبير برشا. السؤال هنا، هل انه الترجي الرياضي التونسي قادر وبسرعة على إعادة ترتيب البيت؟
هل أن الترجي التونسي وملفات المفتوحة حاليا من لاعبين مغادرين وملاعبين مستقبلين هذا من كلهم، هل الترجي ينجم؟ فبالتالي التساؤلات كبيرة تنحكي عليها بأكثر دقة من بعد إن شاء الله. نرجع لها بعد شوية لأنه ديما الأولوية للمباشر. سعيد السيبي في الندوة الصحفية مع هادي بخوش مباشرة من رادس، مرحبا هادي. دونك هذاك عليك ما نتكلموش على ولادنا بشوية اثنين حمدي يا ديو في كل ما تشوف احنا في ماتش الخرانيين وكل ما تسمعتين كسيت اوكازيون ناس نضيعوهم في محدود اوكازيون قدام الكاس وهي راجع نعرف من دون كل شوف بيرفورم تحب تحكي في المنطقة في اللاعبين اللاعبين عطاو ما عندهم جري محتاجين على سبع سوريا انا موجود فيهم هنا معناها بالمون جبنا منهم الماكسيموم الماكسيموم تفتكر كنا تفتكر كنا نجم على ما فيه مي انا نعرف عايش ونعرف اللي روى من نار وتفلوها بالنسبه للفيسو في المويندا في البريسيون في خطر الترفوه تلقى لي انت فاكر كان تروسون دي جون جدي سعيد سعيد انا نتقاسي بدنا كبيره ومتلبس احنا في ديماس مفلدين نلعبوا على تيتر في فيسو تلقى عندك 7 8 من هذول الجمعيه اللي يلعبوا في السكواد عمي وسنا في شهرين تلعبوا السكواد دونك انا نعرف ملي ذلك علاش ما حبيتش نعمل في تنصير يلوموا عليا فرصه تشوف كل اللي فيهم ياخذوا في المال ابو عتيت انا ابو عتيت كل واحد يحط على عتيت مي زيد انا نعرف لي مويان اللي عندي دونك وانا نعرف كل مره نعمل بريسيون على ولادنا قاعد يلعبوا في تي دونك كثير يعني تاخذ كره على عتيت مي يوم شنو حضرت وين اذا نكون واقعيين لي توال شوف في دول مكان تحت مكان تحت اللي بالمناسبه نبان كلها البطوله نتاعها تستحقها عن جداره تقول لي مكان تحت فيه مي محضرين الروح من اول العام دونك تعبوا وفي الاخر وصلوا وعندهم لاعبين كثير يعني اللي هم عندهم كثيرين حتى في الفريق كل اللي كانوا ثلاث سنين في كل مثلا سنين عندهم ناس دي تي في وناس فريمون على كل حق هذا السبب اللي قلنا احنا مين نعاود نقول للاعبين لو من قبل ما تكلم هكا لو انا نفرح في سنه لو سنه دي بوز هما ما قبلوش ربما شافيك بلوس ثم عيطت النادية قلت له انت شو لعب غادي انت غادي ما قد جوهيش من دور ما قد جوهيش وعنده حق في تو فيديو تخايب وبريسيون وخسر دونك يقول لك انا في البوست بتاعه ويا ربيش مع الوقت اقتنعوا وتو عطيوا سيزون معناها هذه برشا برافو ليهم دونك برافو للنادية نعاود نقولها اي مكان خاطر ما تعاودوا ماكسيموم تاعنا الماكسيموم وصلنا في الوزن بلاس هذا كان هو تلك حدود الله دونك معناها اللاعبين نجموا دول نجموا عليهم على كل شيء الا انهم ما كانوش بالروح ولا بالقلب كيف بالعكس احنا كنت ما كان شيء قام كيما اللي كان في الاخرى كنت نحكي على الترام الكريم اللي قريب الروح والقلب هذو ما كانوا موجودين وهذا كيفاش كنا نعرف الصراحه كنا نعرف في جمعيه الرياضه دونك انا كثير برشا باللاعبين لي مومون اللي كنا فيه مومون صعب برشا انا واحد من الناس اللي كثير بروحي خنقول اللي ما لاشيتش في دي مومون كنت نجم نخرج في النادي معناها بدون ما تكون ساعات اللي بعد كثير الحمد لله باش الناس وقفت معايا كل الاقراب الاقراب اللي عايشت واصحابي الاقراب وفي الطول والجمعيه دونك في مومون خايفين ما لاشيتش وتعرفوا شنو تعديت فيه وكل دونك في الاخر هذاك هو اللي يحب يدير الجمعيه الكبيره اللي يحقق لكل شيء دونك انا قبلت التحدي مانيش قلت نجحت الحمد لله نتصور في موا حاولت لما حاولت نعمل عملت ماكسيموم وبرافو للاعبين اللي جاوبوا وشفتوا العام اثنين رو سوسيال في كل شيء اذا كنت لي كلمه جميله مثلا خديت 4 ساعات انا محطت نذكر عن حتى وحاليا في الندوة الصحفية في ملعب الأولمبي برادس ندوة صحفية خاصة بمباراة النادي الأفريقي واتحاد بن قردين. دي جو ديكسبيرون معناها قلت لك نادر يا قلت لك علي العمري في توازوما كنت علي العمري اليوم في شهر ترينو معنا ديسيون حطيته بجنب اليوم قلت معكم مش حاضر قلت عليك نخلي كان حطيتك راك صعب انا فما تسمى دي بوست ترى لازمك مع دي ديكسبيرون قلت لك هذايا اللي خاف مومون هذوما فينا اوبليجي نلعبوا كلهم لاعبين كلهم صغار بالنسبه لي انا سيتي ان شوا باش نكون موجود الصراحه خاطر نعرف اللي بريسيون كبيره علينا وعلى النبي وكل دونك خليه تحت
مقابلني اللي بنيمون قام بالواجب واكثر بالمجهودين، واحنا بالنسبه لنا احنا الاستاذ راكينا تراو فينا في البنك وتشاور في الكرسي كما جاء الكلمة اللي يقولها احمد الحاج ولا كلمه تفكير دونك نعرف عام سعيد شو نقول لك حققنا نعرف جمهورنا في باتريكان جماعه كبيره مش راضي ما يبغاش اللي يجي نعرف مي خلينا نقولوا على الاقل نجاد الفقير ربنا عنده احنا حابين نفرحه على الاقل حابين نخير ما يفلق في الوزن ثلاثه بيت اللي يكتبوا واضح هذا كان احمد مدرب النادي كان حكايه واضح يعطيك صحة محمد هادي بخوش. فقط هادي لو تسمح فيما بعض الأخبار تقول أنه اتحاد بن قردين باش يتقدم بإثارة ضد تواجد احتراز ضد تواجد رئيس النادي الإفريقي يوسف العلمي في محيط المباراة باعتبار أنه تحت طائلة العقوبة. إذا كان ثم معلومة دون سوسونس هادي كالعادة الخط مفتوح ونحن على ذمتك. يعطيك صحة هادي بخوش كنت موجود معنا مباشرة من ملعب رادس. اذا سمير كنت عندك الكلمه كنا نحكيو باش نحكيو عن نادي الافريقي وتصريحات السابعة عنا من عقالها. دونك قلنا الترجي الرياضي التونسي في رابطه الابطال في واحده من أسوأ المواسم نتاعو في السنوات الاخيره من بين من يعتبر انه المشاركه هذه في رابطه الابطال التاهلي نجم يعطي جرعه امل للملاعبيه للاداره للجمهور للاطار الفني وموتيفاسيون كما قال وليد باش نجم يخدم الترجي العام الجاي. بين من يعتبر هل التاهل هذايا مفخوخ معناها سلاح ذو حدين لانه الترجي صراحه لا يملك الفريق والرصيد البشري الكافي للمشاركة في رابطة الأبطال. كل شيء باش تكون مشاركة صورية بالضبط بالضبط. وهذه أهم تحدي أمام إدارة الترجي الرياضي التونسي وأمام الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي. احنا اليوم نوصل في لو 30 اليوم 30 اخر الشهر بطولة عربية هكا ولا لو 27 المقابلة الأولى معناها 27 يوم بالضبط فما راحة بجمعة ثم الفريق سيستأنف التمارين بوجود المنتدبين بتبيع جدد واللي باش يجيو بالضبط والملاعبيه فانت كونترا بتبيع الحال مش بيمشيو على رواحهم. دونك فما غربله كبيره على مستوى الترجي التونسي مشاركه عربيه قويه كيفاش مش يخرج منها الترجي التونسي شنو هو المردود نتاعو وين مش يوصل بالضبط في البطوله العربيه لانها مش تكون لها تاثير على بدايه الموسم على التحضيرات اللي مش تكون مضطربه تحضيرات مش تكون مضطربه ثم يدخل الترجي غمار البطوله التونسيه والشامبيونز ليج اللي متعود الترجي يوصل للدومي فينال يعتبر اخفاق اللي هو الكام تاع السنه مثلا هكا ولا كي توصل الترجي للدومي فينال في الشامبيونز ليج تعتبر نتيجه سلبيه ماهيش ما تفرحش برش. السؤال هنا هل انه الترجي التونسي حاليا حالي نتاع اليوم ينجم يتعدى حتى من دوري المجموعات؟ السؤال الجواب هو لا. وبالتالي على الترجي التونسي ادارتها انها تخدم وبسرعه وبقوه وبعمق باش تحضر الفريق وشوف وشوف لانه عامل الوقت ذاك. علاش انا في بعض الاحيان ضد التوجه نتاع الجماهير؟ انا نخير كان جيت مسؤول مش هنا مش سي با لو كاد دو ليسبيرونس بكاور الانديه الكل والمثال على ذلك ليتوال نتاع عمناول الكلوب عاودته برشا مرات فريقي ماهوش حاضر ما نشاركش لاني كيف نشارك ونخرج من الادوار الاولى راهي مش تعمل لي برشا مشاكل. هو في الحاله تاع الترجي سمير قص عليك جوست مثال الحاله تاع الترجي الترشح اليوم والتواجد في المرتبه الثانيه كان مهم جدا جدا باعتبار انه الترجي يلعب السوبر ليج والفرق اللي تلعب السوبر ليج وموجوده في الشامبيونز ليج ستمر مباشره لدوري المجموعات والترجي ضمن بصفه كبيره وكبيره جدا بعد انتصاره اليوم وتعادل نادي الصفاقسي والاتحاد الرياضي المنستيري التواجد في كاس العالم 2025 هذه ربما الاهميه الكبرى من خلال تواجد الترجي اليوم في المرتبه الثانيه في انتظار الكلام اللي كنت تقول فيه واللي هو كلام صحيح انه المسؤوليه باش تكون صعبه والجاي اصعب برشا في الشامبيونز ليج الجايه بالنسبه للترجي. بالضبط بالضبط. دونك المهم ان الترجي موجود في الشامبيونز ليج الاهم انه يحضر الفريق يكون جاهز وحاضر للمنافسه ما هوش مش يدخل المجموعات ثم يخرج بالفريق. نفس الشيء بالنسبة زيادة للنجم الرياضي ساحلي نفس الشيء للإطوال ومبروك عليه البطولة الفريق هذا قالوا عثمان الجنيح الفريق هذا غير قادر على المنافسة إفريقيا تاع الإطوال توا نتكلموا عليه ولا ربما رب ضار نافع للمستير العام الجاي في الفريق هذايا بعض التدعيمات ينجم ينافسوا بقوة على البطولة لأنه ما عندوش التزامات إفريقية
وهنا راهو لازم نتكلموا بالمنطق. وقت اللي يكون عندك فريق ليفيكتيف نتاعو حاضر وفريق متوازن وباهي تفرح كي تشارك على مستوى الكاف ولا على مستوى الشامبيونز ليغ. كي دا ما عندكش فريق دو بريفيرونس تكون ذكي وتتعدى. وخير مثال على ذلك النجم الرياضي الساحلي اللي عملناه الفتره هذه كانت خيبه امل كبيره، ما تعداش للكاف ولكن السنه هاو بطل تونس وهاو مشارك في الشامبيونز ليغ. دونك الترجي الرياضي التونسي هو ثاني ترتيب هذا الموسم، والنجم الساحلي هو في الصداره وهو بطل تونس، واكد ذلك من خلال فوزه بخماسيه نظيفه اليوم في ملعب سوسه ليتوال ضد اولمبي لبيجي، هدف عبيد الشماخي، دوبلي ليوسف العبدلي وكذلك دوبلي لياسين الشماخي. الترجي فاز 6-1 امام اتحاد تطاوين، تريبلي لمريح من 3 ضربات جزاء، بن حموده بالريمه صابر بوغري. نادي الافريقي يرافق الاولمبي البيجي في كاس الكونفدراليه وليد قرفالة. نادي الافريقي العمري سجل دقيقه 86، بشير الغرياني يسجل في دقيقه 104 بعد تسجيل هدف التعادل. هذايا الناس الكل اعتقد انه الاتحاد المنسير هو باش يكون في كاس الكاف. ثم مهدي الوذر فيه يضيف الهدف الثاني في دقيقه 106، الهدف هذايا اللي تم التثبت فيه في تقنيه الفار والكلهم تم تأكيدهم. واتحاد بن قردين كان في وقت سابق سجل هدف وتفوق في النتيجة وألغي الهدف بعد العودة إلى الفار. مباراة مجنونة ومسكين محب النادي الأفريقي اليوم، مسكين الحكم. لا تعرف علاش تقول لك مسكين الحكم؟ مسكين الحكم الرئيسي اللي هو كان حكم فار 3 أيام التالي في لقاء النجم واتحاد بن قردين. أيوه. وهنا شوك الذكاء والحكمة الكبيرة معناتها تاع التعيينات 3 أيام التالي. نحى بونتو البنجردين ولو انه البونتو اجمعنا انه ماهوش بونتو صحيح، يتحط بعد 3 ايام في لقاء بنجردين والنادي الافريقي معناتها كانهم الحكام. على كل حال جماهير النادي الافريقي اللي هي نعتبرها هنا اهم عامل في تواجد الفريق الحقيقه في كاس الكاف في السنه الجايه، رغم الصعوبات الكل اللي مر بهم النادي الافريقي على مستوى الرصيد البشري. 3 فترات ممنوع من الانتداب سمير النادي الافريقي، يمكن رب ذارة نافعة مش شفنا ولاد صغار تلعب في الفريق هذا ويلعبوا بداوا يكتسبوا في الخبرة، وأكيد كان النادي باش يستحفظ عليهم العوام الجاي باش يكون مردودهم خير وأحسن، وفما حتى في صنف النخبة لاعبين أخرين قادرين أنه يكونوا في النادي الإفريقي في الفترة الجاية، نايزك الليلي الفرشيشي، العديد من اللاعبين اللي قاعدين يتألقوا ونجموا يكونوا موجودين في الفريق في الفترة الجاية. الحقيقة برافو لجماهير النادي الإفريقي اللي كانت مساندة تقريبا للفريق في المقابلات الكل في رادس حتى خارج رادس، لكن المرة هذه كانوا الكل مع بعضهم يد واحدة. حتى المشاكل اللي كانت تصير ساعة ساعة بين المجموعات كل هذه كما ريناهاش، رينا كلهم فما وحدة بين الجماهير هذية، الناس الكل مع بعضها، الناس الكل عندها هدف واحد، وقفوا مع جمعيتهم في الفترة صعيبة الكل، ونعتبرها الحقيقة هنا هذية ريكومبونس وجائزة الجماهير النادي الافريقي التواجد في مسابقة افريقية في انتظار انه الفريق يحل المشاكل المادية والمالية الفترة الجاية باش يتأكد من تواجده في المسابقة هذه. وهذا دور اكيد الناس اللي قاعدة تقوم مجهودات كبيرة، الهيئة والسوسيوس والجماهير بيدها اللي قاعدة تقوم جماهير كبيرة باش النادي يشارك في المسابقة الافريقية. النادي الافريقي كمل موسم 27 نقطة على بعد نقطة من الترجي الرياضي التونسي 28، وعلى بعد نقطة من الاتحاد المنسيري 26 نقطة. الاتحاد المنسيري لن يشارك في أي مسابقة أفريقية الموسم المقبل. سعيد السيبي يقول تلك حدود الله، هل توافق سعيد السيبي؟ هل تلك هي حدود النادي الأفريقي مركز الثالث ومشاركة في الكاف؟ تقييمك له؟ في الحقيقة وضعية النادي الأفريقي الناس الكل تعرفها، لكن رغم المشاكل الكلها كان بالإمكان أفضل مما كان. نستحضر هزيمة النادي الأفريقي في رادس مع الإتوال اللي كان النادي الافريقي على الاقل على الاقل على الاقل يخرج بنقطة التعادل، على الاقل شيء كان يمكن يخرج بنقطة التعادل. ثم نستحضر خاصة زوز نقاط متاع تطاوين في تطاوين، ليكيبات الكل ربحوا تطاوين للروتور، النادي الافريقي تعثر وخسر زوز نقاط، هذوما ثلاث. اخيرا الدربي دخلاني بالكل اللي حسب لي ديكلاراسيون تاع سعيد والملاعبيه فرحانين بالتعادل، كان يمكن ينتصروا وبسهوله في الدربي، وهنا تولي فما 5 نقاط، وبالتالي النادي الافريقي كان ربما ينافس بقوه على مستوى البطوله هذه، ما غير ما ننساو اذاعه بعض النقاط الاخرى. علاش قلت كان بالامكان افضل مما كان رغم كل المشاكل اللي مر بها النادي الافريقي؟ النقطه الثانيه الاساسيه، وان شاء الله ما يتغشوش مني جمهور النادي الافريقي، فرحه برشا بالكافله لانه ما عندكش الفريق،
ما عندكش فريق ونفس الفريق هذا عملناه لخرج من الدور الاول تقريبا هكا ولا لا؟ وكان من اسباب المشاكل نتاع النادي الافريقي هو الانسحاب المبكر من الكاف، مع انسحاب في كاس تونس وانسحاب في الكاف دخلت الامور بعضها. يزم يفهم جمهور الافريقي كيما حكينا توا على المستير وعلى معظم الفرق يا ما القرعه حطته مع يونغ افريكانز اللي هو فيناليست اي يقول لك لا لا نورمال حتى كانت عدينا الدوره ذاك ما مش نتيحوا مع فريق اخر ما عندكش الامكانيه ما عندكش وانا كيما تكلمنا على الاسبيرانس حاليا ما تنجمش تنافس ليتوال حاليا ما تنجمش تنافس على الشامبيونز ليغ نتكلموا بالواقع كره القدم التونسيه حاليا ما نكذبوش على بعضنا هذاك واقعنا فبالتالي اذا كان توا نحكيو في الكام تاع النادي الافريقي اذا كان النادي الافريقي يحب بطبيعه الحال وراه جمهوره واسم النادي الافريقي يلزم ينافس ويمشي يلزم يمشي ابعد ما يمكن في المنافسه هذه عليه بمراجعه عدد كبير من الامور خاصه على مستوى الرصيد البشري ومنع من الانتدابات وهذه الكره في مرمى الاداره المراحة ما بين تجديد العقود أي. ما بين الانتدابات من بين رفع الانتداب أي. ومن بين خلاص الديون من أجل المشاركة هنية معادلة الحقيقة ملك استاد بالنسبة للنادي الافريقي بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي وبالنسبة للأولمبي البيجي يعني كي تعديت استاجات هذوما الكل باش تبدأ بوقت باش نجمو نحكي كورة اسكو قادر ولا ماكش اليوم اخر نذكروا دات بيتواغ اليوم اخر تاريخ نتاع انه الفرق هذية تخلص الخطايا نتاعها الكل باش ينجموا يشاركوا في الكؤوس الإفريقية ننتظر شنو مصير الأندية هذه وشنو اللي باش يصير الحقيقة باش يقع ربما إرجاء التاريخ تاع الخلاص 15 يوم وهذه الفكرة تبدو أكثر فكرة ربما مطروحة وإن شاء الله يمثل حل بالنسبة للفرق هذه يسكوا في 15 يوم قادرين أنهم يخلصوا الخطايا هذه إن شاء الله يخلطوا باش الفرق التونسية الكل متاعنا تمثلنا في الكؤوس الإفريقية. الترتيب النهائي للبطولة متاع سنة نجم رياضي ساحلي هو البطل برصيد 34 نقطة عنده مع 16 إيجابي 16 بالنسبة للأهداف. الترجي رياضي تونسي ثاني ترتيب 28 نقطة كمام 6 نقاط فارق بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي عنده بلوس 10 الترجي الرياضي التونسي. نادي الافريقي الثالث 27 نقطة الاتحاد المنسيري رابع 26 نقطة اتحاد بن قردين كمل الموسم في المركز الخامس 21 نقطة نادي صفاقسي ديسيبسيون الحقيقة 18 نقطة في المركز السادس الأولمبي البيجي مركز السابع 16 نقطة والمركز الثامن والأخير اتحاد تطاوين برصيد 8 نقاط هداف البطولة هو رفيق الكاميرجي 14 هدف وراه 10 أهداف الكل من هيثم جويني بوغرة أسامة وأنيس البدري 10 بونتو لكل واحد منهم وفي المركز الثالث محمد علي بن رمضان برصيد 9 نقاط مع العلم أن اليوم جولة ذي شهدت مباريات الأخيرة لعدد كبير من الملاعب نحكيه على صابر خليفة في نادي الإفريقي نحكيه على تقريبا محمد علي بن رمضان وحمدو الهوني في الترجي الرياضي التونسي من دحلمين مع النادي الرياضي الصفاقسي. نكملوا الشابيتر نتاع البطوله بتشكيله الموسم لمحللي سبور بلس باعتبار انه صبيح اما ملاحظه قبل مسيرس في خصوص ماتش المستير وصفاقس اذا كان جاء تحكيم تونسي سؤال هل انه يزفر ورقه حمراء في 5 دقائق لاعب من بدايه الماتش وهل مع انه الورقه حمراء راي صحيح لكن هل انه فما حكم تونسي شجاع ينجم في 5 دقائق لاعب في المستير قدام جمهور المستير يزفر 5 دقائق لاعب ورقه حمراء ثم هل انه حكم كان جاش الحكم هذاك الاجنبي اللي نرفع له القبعه منعنا ممتاز منعنا سلك هنا هل انه يزفر ضربه جزاء بتاع النادي الصفاقسي ولا انها صحيح حكم واحد ما يزفرهاش وبالتالي نقطة استفهام حول معنى أنا نزه الحكام الكل لكن أنا نتكلم على مستوى الشجاعة بيلانتي صحيحة ورقة حمراء صحيحة ولكن هالشجاعة هل أنه عندنا حكام توينسا ينجموا عندهم الشجاعة وجوء أن يزفرهم ولا سؤالك إنكاري وإلا تسأل فيه بالحق معنى لا 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 منيش تسأل فيه بالحق معناته سؤالك إنكاري عندك سؤال آخر ولا عندك سؤال آخر إنكاري أتأخذ أعتبر أن هي الحلقة الأخرى ذكرني ذكرني والله نسيت نكملوا مع التشكيلات باعتبار أنه معناته
معناتها قاعدين نحلوا نحن في مباريات كرة القدم وتابعنا الجولات الكل من جولتها الأولى إلى جولتها الأخيرة ببلاي أوفها ببلاي أوتها بالبارتي الأولى متاحة معناتها ماكلينها ماكلة شامبيونا وتابعنا المدربين وإقالاتهم الملعبية واحترازاتهم والتشكيلة لوليد قرفال نعم مليح ذخرة في صفيزة فتح المولدي سنة في التليفون بلا 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 مليح ذخرة ذكرني فيها شبيه ملعبش ومغرو وش اسمه كان خيار من الاتحاد الرياضي وعليه كان خيار وعليه يلزم هنا الاداره نتاع المستيري تتحاسب اي ومارو يلزم يلعب وتقا يلزم يلعب مازال سو كونترا تحت الواحد شنو المره الاخرى نحاول اكسيال هذاك نتاعها مع كامل ما نلعبش صح صغراوي صح مع ترجي صح مع يا عادش بي صح مع ترجي كمل الريزلتات هم ترجي لا يكون بالواجب نتاعو شنو المشكل مصحين مع ترجي يقول لك تاويلات لحظه برك يقول لك تو تقا ومارو مصحين مع ترجي باش يلعبوا تشامبيونز ليج باش يلعبوا مع المستير باش تربح المستير وما يلعبوش وتو كيما لعبتهمش هاو التاويلات اكثر اي اي بسرعه بسرعه التشكيلة يعطيني تشكيلة كواليتي حارس مرمى بشير بن سعيد على اليمين لاعب الأولمبي البيجي ريان الدربيلي ظهير أيسر هشام بكار الاتحاد الرياضي المونستيري وسط الدفاع ريشار كاساكال الأولمبي البيجي على إغرام النادي الرياضي الصفاقسي وسط الميدان وائل الدربيلي أومارو وسام عبيد في وسط الميدان على اليمين الهيكل الشيخاوي على اليسار وسام ابو قره وقلب هجوم حمدي العبيدي. اعطينا تشكيلتك سمير سليم. والله مش بعيده برشا على على وليد. الخطه نتاعك لحظه شنو هي الخطه 4-3-3؟ حتى انا 4-3-3 يا اما بدلت المراكز. باشرف كرير نتاع البيجه تالق السنة نسيت لي نادر الغندري بابا في اللاكس ممتاز نادر ربما خاطر نهايه الموسم تضرب ما كانش حاضر في المرحله اما الموسم كامل معناها برافو عليه لا معناها حتى السامي وغرام على غرام ما شاء الله عليه هاكا بدلت لك وائل الدربيلي على اليمين تسالني نحب نلعبوا عليه انا مدرب خلقت له ديجا بوست جديد بوست جديد وينجم ينجح فيه بكار تلمو ما عندناش في المركز هذاك هشام بكار على اليسار الثلاثي هما سار بيجا ومارو ومستير وعبيد اسامة عبيد ها وثلاثي حمدي العبيدي الكاميرجي وهيكل الشيخاوي في الهجوم يعطيكم الصحة في تحاليلكم الفنية معناتها انا مانيش مخول عندي تشكيلة مانيش مخول مني ومنك انا عكسكم معناتها الحقيقة بدلت الخطة التكتيكية فهمني باش نلعب 3-4-3 كرير في الكاش اكبوزو وغرام والغندري في اللاكس هكا معناتها في الاربعة في الوسط وائل الدربيلي اسامة عبيد ومارو وسيف تقاء القدام بوقرة الشيخاوي وحمدي العبيدي كرأس يظهر لي عمال انتدابات الترجي الكلهم موجودين انتدابات وين تشوف حمدي العبيدي انتداب ترجي لا بوقرة الشيخاوي انتداب ترجي بوقرة تقاء غرام الغندري كرير أكبوزو سميتهم الكل كان تقاء ومارو بوقرة وسام عبيد جابته ترجي من الاتوال ثلاثة خطرت ثلاثة توت سويت شنو نحكيو على الرقم نتاع اليوم نكتشفوا توت سويت شيفر دو جور الرقم تاع اليوم هو 210 حسب رايك شنو يا سمير حسب رايك شنو يا وليد قرفيله 210 شنو نجم يكون الرقم تاع اليوم عدد الحصص انا سمعتك مليح من في بدايه كنت فايق في بدايه الحصه وعطيت انت المعلومه دونك سهله الحكايه 210 عدد الحصص رغم اللي عملناه ونتذكر مليح عملنا 218 حصه ما نعرفش السنه علاش نقصوا شويه عندك سؤال اسئله معناتها فريمون عاملين 218 منين جبت هذه؟ وانت عطيتي مش مستحيل 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 208 زعما مستحيل 210 هي عدد الحلقات لسبور بلوس لهذا الموسم اليوم وصلنا الى الحلقه الاخيره يوم 30 جوان 2023 الحلقه الاولى كانت يوم 12 سبتمبر 2022 تسعة شهور والرقم الثاني هو 42 اسبوع تعداو الحقيقة برمشة عيني اليوم الحلقة الأخيرة من سبور بلوس قبل ما تدخل إي إف إم في البرمجة الصيفية اللي بش يكونوا معناتها مانيش حاضرين فيها لكن زملائنا بش يكونوا من قسم الرياضي طبعا شنو نعطيكم البروجرام كيفاش يكون بتاع سبور في الصيف الحصة اليومية الوقت نتاعها شكون وشكون باش يقدمها وكيفاش الفورما نتاعها سعيد جدا أنه كنتوا معايا هالعام هذايا الكل سواء القدم سواء الكرونيكور جدد سواء الكرونيكور اللي ما كملوش معانا الموسم اللي هما بطبيعة الحال مجدي تراوي وعمر جمل والانتداب الجديد لهذا الموسم اللي كان معنا الموسم كامل حبيت برشا الحقيقة انه يكون موجود معنا اليوم في البلاتو لكن لأسباب قاهرة موجود خارج حدود الوطن وسيدنا فتح المودي موجود معنا بالتليفون مساء الخير مرحبا فتوح
اهلا 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 مرحبا، تبارك الله عليكم 210، تبارك الله على حسة الشجاعة، كلمة عودها 10 مرات سمير، شجاعة الشجاعة. اي انا اقول له مش حكام ناقصين الشجاعة. اللي عندها الشجاعة هي حسة ايمن زروق، حستكم انتوما. انا ماني الا ضيف، نجي نهار في الجمعة، نجي نهار الخميس العشية، ولكن نتبع. تبارك الله عليكم. شوف وقت اللي فما برشا نقد معناها انتم ناجحين، وقت اللي فما برشا سبان على سقف معناها انتم ناجحين. شو معناها وقت اللي فما نقد وسبان؟ معناها فما توجع، انت توجع مس في اللحمه الحيه، الكلام اللي ما يتقارش تقولوه انتم. انا كان كنت فخور جدا وان يكون مع الفريق هذا، مع العباد هذا، في الجو هذا، بطبيعه الحال الكلمه الحره، النقد اللي موجود، جو عائلي كبير، الحقيقة ردود فعل الناس على الحسة متاعنا، معاش نقول متاعكم، متاعنا، لأنه أنا عندي ثقافة الانتماء، ردود فعل ممتازة جدا، لأنكم ناس تخدموا في الرياضة التونسية، تحطوا سواكم على الداء، المالة ساعة توجع من ميسالش. دونك شرفني برشا برشا برشا. ودغير يكلمني أيمن قال يا مان دخل معنا حتى دقيقتين، مش فرحت، فرحت برشا. حبيتك تكون موجود معنا يا فتوح، وحبيناك تعمل اديتو خاص بهذه الحلقه الاخيره. والله 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 شوف بالطبيعه كنت نجم باش نعمل اديتو، باش نحكي لكم انتم ديما الحلقه الاخيره، نحكي على الناس اللي خدمت معاهم، على الكل، البنات تبارك الله ما شاء الله، غاده وسسمها متاعنا اللي تمشي لمصر وتمشي بشرة الدوسي، بشرة بشرة دوسي تمشي تعمل ماجيك. بشرة اسمها هي بشرة، ما هي تخوف برشا معناها، لانه الناس اللي تقربهم تبارك الله، وكل الدوسيات اللي عملتهم دوسيات تاع تلفزه، راهو تعملوا في دوسيات تاع تلفزه. دونك كان حتى كان باش نجي كنت نعمل ريتو عليكم انتوما، باش نقول بيان سور معناها اسمع الموسم الخامس، راهو مش ساهر إذاعيا، وموسم خامس بساعة من الزمان مع ناس كما وليد نتفليكس، تبارك الله عليك. ربي فضلك، ربي فضلك يا أستاذ. لا والله تبارك الله عليك. نقوبة الأخبار التونسية. يا ولدي وسمير قوته، سمير راهو نعرفه، نعرفه 10 سنين سمير. عايشك. سمير سمير يا ولدي قول له الإسبرانس الكلوب، ولا الإسبرانس واللي يجي، ولا الكلوب واللي يجي، لعبوا فيه 2-1 وما راح حتى دقيقة بالحرم يحللوا. يا ولدي ما عندكش فكرة قوة سمير في اللغة. يا ولدي بالله العظيم قول يا ولدي قاري حقوق محامي يا مغالة، غلطت في سنين. يا فتوح، فتوح وي اقعد معنا، نحبك تسمع الاكسري هذيا، وقل لي انا هي احسن حاجه شدت انتباهك، ولا اكثر حاجه تذكرتها، وانا احسن مومو عشته سنة في الليميسيون تاعنا، نسمع الاكسري نتاع فتحي الموتي. من سلب هذا الحق؟ 32 بلاد شاركوا في كاس العالم، 31 بلاد روحوا، 31 بلاد احترموا شعوبهم، خرجوا اللي علنوا بعد نهار نهارين على لجنة على كذا على تغيير مدرب، هاو شو قاع هاو شو فما، إلا احنا اليوم تقول لي نخرج اليوم تروبو تروتار سايز فيني قرار لا ريبوبليك فرانسيز، الجمهورية الفرنسية، وخي قريت القرار والله يقريب ندوخ نقى مدام إيزابيل بيروتان، ما نعرفش اما طلعت هي تعرفنا، مش تعرفنا برك، وتعرف سيدي بوزيد والمتلوي الملف نتاعك يلزم يتعدى على القطب القضائي والمالي. ليه بالحق؟ لانه فما فساد، وانا اكبر فضيحه في الملف اللي سمعته الكل. نص واضح لا يقبل التاويل. نص واضح 1+1=2، تاول فاش؟ تضرب مسؤول تعاقب. مراجعة الفصل وتوضيحه على الأقل. كل مرة نكتشفوا فخ جديد، كل مرة نكتشفوا ثغرة جديدة، نعرفش حاسين. يا ولدي قوانين الكرة في تونس كي الجروير، عرفت الجروير شو معناها؟ كيما جبن الجروير، الكل قب، من تمشي تقها نقبة. يا فتوح هذا البيستوف نتاعك، معناتها كان نعملوا بيستوف نقعد نص ساعة نجدوا الأحسن ما قاله فتحي المودي. أنا أحسن موقف تتذكر قعدت في مخك، ولا صارت علي برشا تليفونات، ولا كليت بعضها على إثره؟ والله برشا برشا برشا، ولكن بالنسبة لي أنا الصورة اللي تبقى ربما الكلمة الأخرانية شديدة، مش نحكي على الفترة مش وقته، وأنه قوانين الكورة في تونس كي جبن الجريير، وهذه بالطبيعة عملت دورة كبيرة، معناها الناس كل شنو جبن شنو جبن حاسلو. دونك هذيك حقيقه معناها، وحتى كي بعثت قبيله نفدك معاكم، بعثت
قلت لك من في الموسم هو الفصل 56 أنا سي لوبيج اللي جاء في رأس العام في كادوات تهدي بابا نويل بابا نويل جاب لنا متاع الكورة فصل 56 بالطبيعة برشا حاجات برشا دي سوفينير محلاهم لوقات اللي عديناهم محلاهم التدخلات محلاها الحرية تتكلم كل تلقائية وتقرأ كي واحد كيما أيمن تبارك الله عليه يشجع ما يقصش معناها راهو هام جدا وانه ما يقصش على فكره ما يقصش معناها اني راه في بلاتوات في كذا معناها وقت اللي تبدا انت اون بلان تعطي فكره حلوه معناها تلقى يجي الانيماتور هو مش يتبع يقص ويقول لك ايه نمر ما بين ما اي من نوع يعيش معنا يعيش معنا كل كلمه نقولوها يا سيدي صافي بليزير اوعى يزيد يشعلها يا استاذ اش مال يقص اوعى يزيد تشعل كيلقاها هكا مش ماشي الامور يتغشش يتم فيا معناها يا ودي احنا عندنا الحمايه المدنيه في احنا محميين بيك يا استاذ فتحي المولدي وشرف متبادل شرفني برشا الحقيقه انه تكون موجود معنا في الموسم الخامس من سبور بلس وان شاء الله تكون موجود معنا في الموسم السادس كان احيانا ربي كان تعطينا سكوب هاكا من تاوش نعملوا قصه على المنافسين باش ما نبداوش نعملوا في التليفونات ما غير ما تعملوا تليفون فتحي المولدي موجود في السيزون 6 معناها ما غير اغراءات ودوبل سالير وكل الجو ما فماش اغراءات فما كان الحب مش الحبة ما تعرف يا حبة ذا الزوز يا حبة ذا الزوز علاش الزوز ليه ما والعشرة ليه فان يعطيك صحة هاني نجم الساحلي بتبيع بالبطولة نتاعو يعني ما هنيتوش بتبيع نهني ونجم الساحلي بالبطولة نتاعو وبتبيع الحال نهني الترجي والنادي الافريقي اللي ترشحوا بمعجزة شخصية معناها ترشحوا للشامبيونز ليغ والكاف المستير أنا عرفت شنو اللي حسيت اللي تبعت وشنو اللي حسيت وكل ما جاتني هكا على الطاير وحدي وأنا متبع في النتائج قلت المستير من البطل خرج من البطولة بطال لا غالب جد جمهور لا غالب معناها خرج من البطولة بطال ما عنده حد شيء فريمو أحسن من أحسن فرق هو باش أحسن فرق الحقيقة مسير خرج بخفية هوني خرج بطال من بطولة كان هو بطلها وي وانا هذه اخر كلمة نحبك وليد وانا زادك عايشك استاذ تحبوك برشا حتى نحبكم الكل برشا 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 يعطيك صحة فتحي المولدي تمتعنا بالافتتاحيات نتاعك الكل ان شاء الله تكون موجود معنا في الموسم المقبل سمير السليمي من اجد واحد فتحي المولدي الاقدم واحد هو سمير السليمي الكرونيكور الوحيد في سبور بلوس الذي عدى معنا خمسة مواسم بالتمام والكمال منذ سبتمبر 2018 سمير السليمي موجود معنا فرحان برشا وفخور برشا بهالعلاقة نتاع فما موسم سادس ولا اللي ولات صديقه ولات ما برشا ربي يستر كان حيانا رب اسمع كيما في الخليج اللي مدرب تقع في خلاعه بده يشكروا فيه برشا 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 شبيك حسيت روحك معناها ما مش يعاودوا ان شاء الله معرفه طيب ان شاء الله معرفه طيب سمير سليم ان شاء الله معرفه كان قالك ما قصرت والله ما قصرت كان قالك ما قصرت عرفها سي بيست اوف سمير السليمي لهذا الموسم هل تعتقد انه نبيل كوكي لو توج بكاس الجزائر وما طلعش للمنصه وما سلمش على رئيس الجزائر هل كان سيقال زاد انا بدي عملتها العمله ذي انا صحيح عملتها مع شكون مع حبيب بورقيبه لا 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 مع بن علي لا لا عملتها مع المرحوم بيجي قايد السبسي المدير الرياضي بالله والله ما طلعتش وعليه وما طلعتش خاطر عندي زوز طبه واللي كيني وقاد ماتريال ما حبوش يطلعوهم طلعوا الناس باش يمدوا وجوههم باش يصوروا عكس ما صرحوا به الانديه هكا ولا وما قالك نظرا الى الارتقاء المستوى انا مستوى وانا ارتقاء وانا فرجه وانا ريتم فاش تحكي باهي يا سيدي ما يصير عندها جدوى فني وجماهير احترامي جدوى فني وجماهير انت تو تبربش فيا معناها عدل السليمي شو وفرت لي اقل ليكيب ناسيونال تحضيرات السنغال جاتك لهنا وغامبيا جاتك لهنا وحاضرين عندهم 3-4 سنين يحضروا 3-4 سنين يحضروا انت عطيت العدل السليمي من بجمعه وتتكلم على الواحد في الاخير تنحيه بالطريقه هذيك ثم تحط كلمه مشكور على جليل الخدمات اللي قدمها له تطريده بضخامه عيب ومش باهي سماير عقلت روحك ايه عاد هكا هو فلها كل موضوع والمواقف نتاعه والواحد نتاعه والاكثر والاقل كيفاش كانت سيزون تاع السنه مقارنه بالاخرين حلوه كما العاده حلوه برشا في توليفه انت كونتها ممتازه
فيها مجدي تراوي، فيها وليد، فيها عمار تحية ليهم، فيها الأستاذ كان معنا توا بالتليفون، فيها التكنيسيان، فيها الناس الكل خدمنا بمحبة بدون قيود، ولا يقول هذه وما تقولش هذه، لنا حرية المطلقة في أنه نتكلموا كما نحبوا نحن حسب القناعات متاعنا، حسب ما يمليها علينا ضمير متاعنا لا أكثر ولا أقل. نحاول نعطيهم مواقف متاعنا بكل حيادية، بكل معناها حرية، بدون حسابات مسبقة ولا كذا. فبالتالي الإنسان كيف يدخل للبلاتو ثم يخرج، يخرج ضميره مرتاح لا أكثر ولا أقل، وذلك هو المهم بالنسبة لنا احنا خاصة. يعطيك صح سمير أنك كنت موجود معنا. مجدي تراوي ماهوش حاضر معنا اليوم، لكن بعثنا الميساج هذايا مباشرة من تطاوين. أيمن أخويا نسلم عليك، نسلم على الكيب الكل بطبيعة الحال، سمير ووليد والماتر فتحي المولدي، كيف كيف عمار والكيب الكل اللي معانا بينسور اللي في الكواليس كلهم. فرحان برشا اللي خدمت مع 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 الكيب كاملة متاع سبور بلوس، كانت تجربة بالنسبة لي أنا ناجحة، تجربة هي الكل اللي عملنا فيها موسم بالنسبة لي أنا متميز. هذاك علاش سبور بلوس أحسن برنامج معناها رياضي بشهادة معناها نسل كل. دونك ان شاء الله نشوفوكم على قريب، وان شاء الله معناها ديما متألقين وديما ملمومين معناها في قدم المواعيد. هذا مجل تراوي، بيست اوف مجل تراوي كان معانا سنيزة ببرشة تحاليل فنية خاصة بكرة القدم وبالجوانب الفنية والتكتيكية. جيب ضربة الجزاء نزز ونقول له برشوت بالطبيعة، وحتى الممرر معناها انا اللي معناها باش نشوت معناها ديزينيه الاول، نقول له لا راني بخليه بربي راني خليه، ونعمل له جيست هذيك نتاع هو بيدو يسكت وتتقص الحكايه. اما انا نمشي بحذاه ونغزل المدرب ونغزل الجمهور وش بيهم علاش، والفيلم هذاك الكل اتصار عليه معناها حطمت الصغير وعملت له مشكله مع لونترونور ومشكله مع الجمهور وخرج هو انديسيبليني، وهيك ماركيت انت من بعد هاك ماركيت من بعد. الملاعبيه كي عداو ماتش خايب كونتر استراليا كنا حللنا وقلنا راهو عداو ماتش كاتاستروفيك سو لو بلون تاع انجاجمون تاع روح تاع اللي تحب انت، حتى تكنيك وتكتيك اللي تحب انت. تعدينا اكوتي ماتش استراليا وكنا انتقدنا اللاعبين وانتقدنا بعض اللاعبين اللي كانوا مستوى نتاعهم هزيل وحكينا. اليوم كي ربحنا فرنسا وعملنا مستوى طيب والجماهير اللي كانت موجوده كسوا في تونس ولا في قطر شافت الروح نتاع اللاعبين وشافت اللاعبين شنو اداو شنو عطاو باش ربحوا فرنسا خرجوا فرحانين. انت علاش تحب تنحي الميريت نتاع الملاعبين؟ نحن ابطال العالم في الحط من العالم، علاش نحبوا نحيوا الميريت نتاع الملاعبين وقت اللي يلعبوا مليح نقولوا راهو لعبوا مليح. مجل تراوي تحيه كبيره ليه، نسلموا عليه برشا، كان هو زاد انتداب جديد للموسم هذايا وكان اعطانا الاضافه المرجوه في الفولي اللي هو ايلومتريس ريبيان وليد اللي هو الكوتي الفني ويبدع في التحاليل الفنيه. مجل تراوي نتمنوا له التوفيق ان شاء الله في مسيرته القادمه. لوفولي جورناليستيك زاد كان موجود اترافير وليد قرفيل سكوبيت نتاعو وحصريات وكذا، لكن زاد كان موجود في الحقيقه روبريك نعتبرها من اهم ما فما واحده من اعمده سبور بلس اللي هي روبريك الدوسي اللي ما كملتش مالوريزمون زاد روبريك نتاع الدوسي لاسباب يطول شرحها، لكن بقدره ربي ان شاء الله علاش ليه تعاود ترجع لنا في الموسم المقبل. الدوسي اللي هو روبريك اللي من خلاله حابين نعرفوا الانفيستيغاسيون هذا سمير التحقيقات والانفيستيغاسيون في سبور اللي هي غايبه في تونس. ديما نسمعوا كلام 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 كلام، لكن ما فماش حاجه كونكريت، ما فماش ادله، ما فماش دخول العمق والترافاي جورناليستيك اللي كان موجود اترافير معادتنا السابقه واللي ما نعتبرهاش حاليا مزيت معاده سابقه اللي هي بشرى سعيد. كانت عامله دوسيات اللي كما كان يحكي فتحي المولدي مست برشا ناس، قلقت برشا ناس، عملت لنا برشا مشاكل في السونس بوزيتيف المشاكل بما معناه انه التليفونات ما كانتش تقف، الارسلمون ما كانش يقف، التهديدات كانت موجوده، السبان اللي ينجر عن شنو يصير على خاطر كنا نمسوا المسؤولين والمديرين والناس اللي عندها النفوذ والواصله. ابرز ما فما في الدوسي لعام سنه مع بشرى سعيد، نتفرج في الفيديو الدوسي.
اهلا وسهلا. مرحبا بك ايمن. في وسط الملف هذايا الكل ايمن اللي ما حبش يوفى فما من يعتبر انه فما تدخل سياسي وانه فما اطراف عرقلت الموضوع. حاضر النجم في التعيينات ماهوش يلعب في الملعب نتاعو اليوم. احنا 29 سبتمبر وهذوما اخر تصاور اللي تحصلت عليهم نهار 26 سبتمبر. الملعب سوسه على عكس التصاور اللي داروا البارح. هذايا عندهم اسبوع. كاين فما مختص في الجازون ينجم يجاوبني كاين في اسبوع ينجم الترقيعات هذه تصير اللهم بالدهن الاخضر. الفصل الرابع من الاحكام العامه من قانون الفيفا يقول في جزء الثاني يظل الاتحاد محايدا فيما يتعلق بالسياسه والدين. نعطيكم كعبة أخرى. الفصل 15 زيادة من الأحكام العامة المتعلق بالجمعيات الرياضية يقول مرة أخرى الحياد في أمور السياسة والدين. بيه بيه سيبوا فهمنا حد. هل من الصدفة أنه أختهم الثالثة تخدم في الجامعة زيادة؟ وهل من الصدفة أنه زوجها بيدو يخدم في الجامعة؟ والصدفة الأكبر أنه ولد ثلاثة أخوات هذوما هو المقرر العام في اللجنة المستقلة للانتخابات لانتخابات الجامعة لسنة 2020. وهنا من نجم نقول كان لا حول ولا قوة إلا بالله. نرجع الساعة بالوقت ل 30 أفريل 2017 بعد مباراة الديربي بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. تم اتخاذ القرار. القرار تم اتخاذه مبني على المجهول. هذا شكون صاحب القرار؟ التصريح هذايا أيمن يكونوا في الدوسي نتاعنا اليوم. إن شاء الله الشهادات هكا يكونوا في المستوى وعندكم ما تعلقوا عليهم سختو. بشرى زيدة حبينا تكون معنا اليوم لكن زيدة ما هيش حاضرة معنا في بني خيار في بلدها الأصلي. شنو صح عليها؟ سيرنا التبحيرة بعدها غادي فطور بين شكشوكة خيارية وتبحيرة بعدها العجة الخيارية. العجة يا رب عايشك العجة مش الشكشوكة. شي وانا سمير تمشي مو أيمن مهم الفولي هذا مهم وراه برش عبيد ما تعرفش صعوبة التحذير. صعوبة التحذير جو ما بيرمي باش نعدي وتوا فيديو نتاع لي كوليس نتاع تحذير واحدة من الدوسيات. قديش فما تعب قديش فما جدي بيان تكسير كرايم وقديش فما ستريس وإلى آخر لحظة. شوفوا شنو ينجمك الكلمتين. نحن برشا عبيد يقولوا تقول في الكلام وطلع في الميكرو ليرا ذيك وراه برشا تحضير وراه برشا محاولات وراه هك الدرج اللي يتقال ذيك وراه تحضير متاع الجمعة ومتاع جمعتين. نتفرجوا في الفيديو بيه بالله ماذا بيه في أقرب وقت خطر اليوم باش نعديوها بيه وهذا قالي القديك لم فيهم من نهار الجمعه وسيمون صف قالي ايلي اون ديبلاسمون قالي نرجع لك نهار الاثنين. نهار الاثنين كيف قالي ماني ديسپونيبل. كلم سي حسين كلمت سي حسين بعثت له ميساج ما جاوبنيش ورجعت لسيمون صف كلمته اثنين وثلاثه واربعه وتوتو الخميس مازلت نكلم فيهم كيف ما يهزوش عليا زوج اصلا سي حسين بلوكيني معناتها من خاطر كي نطلبوا بالحق كي نطلبوا من نمرو 71 يجاوبني اي معناتها ينقز للاخر كي نطلبوا من نمرو يا انا ديريكتومون اوكوبي. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Veuillez laisser un message après le signal sonore ou rappeler ultérieurement. Après avoir laissé votre message, vous pouvez le modifier en tapant dièse. عسلامة سي صغير معك بشرة سعيد من راديو اي اف ام. سي صغير ما رجعتليش راك من البارح قلت لي نشوف اسكو باش تسجل معانا والا لا وترجع لي بريبونس. ماذا بيا خاطر اليوم باش يتعدى الدوسي ماذا بيا ترجع لي بالكلمه الصحيحه. ميرسي. المواطن الوحيد اللي مازال يستعملها الفازة هذيك الاخرانيه يا بشرى ما عادش يستعملها خاطر كي تجيك السيريال القصر تقول له تبعث ميساج طلع عمل الصحفي وليد. تحية ليها الحقيقة بشرة والفريق الكل اللي يخدم مع الدوسي هذايا. الحاجة زدت برشا للبرنامج حاجة مش سهلة سوتو ما احنا مازال عندنا شوية سكسيزم معناتها كي مش كيما راجل يتصل كيما طفلة دوك مازال عندنا شوية العقلية هذايا للأسف. لكن رغم هذا نجحت بشرة الحقيقة في المسؤولية نتاعها وللأسف كيما قال أيمن ما كملناش كنا نجمو كانت فما ماتير نتاع دوسيات أخرين نتاع ملفات أخرين. إن شاء الله عام الجاي في إن شاء الله الحصة نتاعنا نرجعوا للدوسي كل جمعة ولا حتى كل جمعتين يكون فما دوسي مهم يمس في العمق المواضيع الكل في الرياضة التونسية إن شاء الله. مع أم ضد عودة الدوسي؟ ما بتبيعها
شنو ما بتبيع عودة الدوسي وعودة مشرف الدوسي سمير مع عودة الدوسي لكن انا ما نخدمش معاكم في الدوسي خلي تعب ليه تعب في برشة انت بيتك دوسي يا سمير لازمك دوسي في برشة تليفونات قل الدوسي يبدا بالبطوله كالندريه مش تبدا بالسوبر التونسي مش تبدا بطولة اما سوبر قديم ديجا سوبر القديم السوبر القديم السوبر القديم بيت هذاك ما يقدرش يلعبوه وسوبر جديد وقتاش وبطوله وقتاش يجي دوسي حلو هذا وي 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 وليد قرفلة ساعة قبل وليد قرفلة ديما نسلموا برشا على بوشرة اللي كان عندها خدمة كبيرة ياسر في العمل الصحفي مش كان الدوسي الدوسي هذا اللي شد برشا 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 برشا, برشا وقت هذاك علاش جو فو بيان انسيستي انه نحط الشيء هذايا اون فالو لانه زاد ماهوش موجود راهو الانفستيغاسيون في العالم نتاع كرة القدم وراهو الرياضة نتاعنا راه ينخرها الفساد وتنخرها الشبهات وتنخرها تضارب المصالح وينخرها الناس الكل كمتاع كواحد ولد خو هذايا يدخل ولد عم كذا والاخر يطفي عليه الضوء والاخر من التحكيم الهياكل ادرا شنو الكل وراهو موجود وراهو نحنا كل مره باش نحاولوا نحطوا اون فالور ونحطوا اون بروجيكسيون هل صاير هذايا الكل تحيه كبيره ليها ومشكوره جدا على ليفور اللي عملته ونعتبر انه الروبريك هذايا واحده من اهم لي روبريك وان شاء الله باش تكون موجوده انطلاقا الموسم المقبل نقعدوا زادة في الفولي جورناليستيك مع وليد قرفالة أبدع هذا الموسم بسكوبيتو أبدع بأنه كل هاري كل جمعتين ثلاثة يقلب تونس قبل العيد وقبل العيد بنهار الدنيا خلاه قلب الدنيا فهمني أبرز الحاجة ما حبش عيد مرتاح لازم أبرز مقاله وليد قرفالة أنك تشوف هذا الفيديو صارت ضغوطات صارت أحداث مش عادية صارت تدخلات سمير من الأطراف الكل من الإطار الفني اللي هو من واجبه هو وحده انه يعطي القائمة هذه ومن دوره هو وحده انه يعطي القائمة هذه صارت تدخلات من جامعة تونس لكرة القدم وأعضاها صارت تدخلات من اللاعبين صارت تدخلات من أطراف مقربة من جامعة تونس لكرة القدم صارت تدخلات من ديزاجون جوار وكلاء لاعبين صارت تدخلات من حتى لاعبين قدامة ديلان برون ما كانش موجود في القائمة وديلان برون تم الحاقه بالقائمة بعد ضغوطات من زوز لاعبين اللي هما الياس الصخيري وواهب الخزري اللي اتصلوا برئيس الجامعة وأعلموه رسميا انه كان ما يكونش ديلان برون موجود في القائمة فانهم مش باش يلتحقوا بالمنتخب الوطني التونسي ابون صار شونتاج كما هكا وي وجلال القادري ماهوش مقتنع بالتحاق ديلان برون بالقائمة وجلال القادري تو نرجعوا بعد مش مقتنع بانه سعد بقير ما يكونش في القائمة وجلال القادري هدد بترك المنتخب الوطني التونسي لولا تدخل حسين جنيح وتدخل بعض العقلاء في تربص المنتخب اللي قالوا له انه مش معقول اليوم صورة المنتخب التونسي راهي باش تهتز راهي باش تتمس اذا كان جلال القادري غادر المنتخب في الوقت هذا وليد قرفالة تعرضت لبرشا هرس للحقيقة سنة تعرضت لبرشا مشاكل لبرشا تضييقات ونحب نحييك الحقيقة معناتها مش وجهك ومش رامي للورود معناتها بكنتي ليميسيون عملت أمبا معناتها عايشك العفو الليستة متاع الكأس العالم اللي خرجت معناها ودنيا اللي تقلبت عديد من الـ من الـ من الحصريات نحبش نحصر وليد قرفالة في الحصريات والسكوبات لأنه الرول متاعه لا ينحصر أنه كذلك لأنه سيد متزن السيد عنده تحاليل فنية والسيد يكسب احترام كل الجمعية تويلت هو السنة أنا التجربة متاعي بديت عام الأول معناتها التجربة تعرف ديما العام الأول مازال العام واحد يكتشف يتعرف يشوف رغم لي براتيكمون نعرف الناس الكل نعرف سمير نعرف أيمن نعرف تقريبا الفريق الكل حتى اللي كانوا حسام نادر داود الفريق هذا زاد عمار مجدي تراوي الأستاذ دونك السنة التحدي شنو كان سمير ستوناني دو كونفيرماسيون الحقيقة معناتها وهنا للأمانة لقيت كل الظروف الطيبة معناتها من الفريق اللي معايا مع أيمن الحقيقة تقريبا ربما العباد اللي ما تعرفوش راهو أنا وأيمن مش جوست نتقابلوا في الحصة ولا أنا وسمير ولا راهو فما تنسيق كبير معناتها كل يوم كان ما كلموش بعضنا أيمن بالمرتين بالثلاثة ننسق ونشوف ونحكي وشو نجمو نعمل ونزيدو هذه نزيدو هذه ربما مقدم آخر يقول لك مش من دورك انت كرونيكور تجي عندك كوندكتور وتروح لكن الثقة الكبيرة اللي الحقيقة عطيها لي أيمن وخاصة القدر والاحترام يخليك سمير تحاول باش تزيد من عندك تزيد أنيفور حتى ولو فما
تعب حتى أيه. ولو على حساب صحتك حتى ولو على حساب وقتك تحاول تعطي اكثر. الحصه هذه نتاعنا الكل معناتها كي مش سمير واحد ونجح ولا ايمن واحد ونجح ولا وليد واحد ونجح، الكل النجاح نتاع الفرد هو نجاح المجموعه ونجاح المجموعه هو نجاح الفرد. نتمنوا انه الحقيقه كنا عادلين مع الناس الكل، كنا كلمه الحق، كنا صادقين، ما نمتلكوش الحقيقه، غلطنا اكيد في حاجات وكنا صحاح في حاجات، لكن الحاجه اللي اكيد ان قمنا بها هي ان اجتهدنا وتعبنا وخدمنا. يعطيك صحه وليد، شكرا. وانا زاد فخور برشا لانك موجود معنا، فخور جدا زاد بوجود عمار جمالي، هو ما كملش معنا الموسم زاد لاسباب معناتها مهنيه، خير عمار جمال الانسحاب لاسباب هو يشوفها شخصيه. عمار من الفروض زاد يكون معنا موجود، لكن كيف كيف زاد تعذر خاطر موجود خارج حدود الوطن. سلموا عليه برشا عمار، نجمش تحصلوا عليه كونيكسيون معناتها منعدمه مع البلاصه اللي موجود فيها. لازم في الجبل ولا وين عمار بيستوف عمار جمال كان قوي برشا بالمواقف نتاعو وبحياديته التي تسببت له في مشاكل عديده وفي هرسله، وحياديه عمار جمال هي التي ادت الى خروجه من سبور بلس. لاعبين كوره ونفهموا راهو معناها هذه نتاع كيماني قبل هاو ماتش الترجي واللي طوال 2-1 خاسر كذا كذا، ما نعرفش نخرج خاسر نبلبس نلعب نحرم بلبس معاش عليني بلبس ونخرج. هذا اللي صار اليوم مع مدرب لا بلبس ما خرج خاسراني وجمهور وكذا، هذاك اللي صار لعبت كرة القدم ولا وقسما بالإله لنسيب فيكم واحد المسؤولين والناس المسؤولة على الرياضة وعلى كرة القدم مانيش مسيبكم من الاخر. نخرج من هوني نشدكم اليوتيوب، نخرج من اليوتيوب نشدكم الانستغرام، نخرج من اي بلاصة نخرج من التلفزة مانيش مسيبكم قسما بالله لنسيبكم. نيمار مقدس ما نحكيوش معاه ولا شنو شنو المشكل؟ بلا كان نمشيو هكا بالعقلية هذه التوانسة، احنا مشكلتنا التوانسة نطيحوا في المية في ركيبة بعضنا. عطيتي حسابك ليفاندوفسكي والله بيتر كراوتش والله والله الدوخ تسمع تعليق التوانسة. نيمار باش انت تحلل في نيمار والاخر البارح يضحكوا على عثمان النجار، الرجل قاري دكتور كل شيء جاي يجي واحد سامحني يكتب له كومنتير وشنو المشكل يعني حل في تاريخ البرازيل فاهم مشكلة شنو؟ عمار جمال تحية كبيرة لعمار جمال. نحن باش نكملوا بالروبريك الاعتيادين نتاعنا تاكو تاك موضوعها لليوم لك تشوفوا تسويت تاكو تاك. هل أنتم مع أم ضد موسم سادس من سبور بلوس؟ وهل أعجبكم هذا الموسم؟ 40 ثانية لسمير سليمي ووليد قرفيلس. سمير مع أم ضد 3-2-1 بكرونو؟ بالطبيعة مع ومع ومع طيب هذا كلام تحكي لي فيه ومع كذلك أنه نحاول في خلال العطلة الصيفية أفكار جديدة نحاولوا نطوروا نحاولوا نحسنوا نحاولوا نشوفوا نقاط ضعفنا ونتفاداها ونحاولوا نشوفوا نقاط قوتنا وندعموها. فما ولات معناها علاقة كبيرة مع عدد كبير من المتابعين نتاعنا كسواء في تونس ولا خارج حدود الوطن، متابعين اوفياء يتابعوا فينا كل يوم تقريبا يستناو في الموعد نتاعنا، فبالتالي احنا علاقتنا ولات مش معلاقه مع الحصه فقط ولكن علاقه مع الناس اللي يتبع فينا توا وخذينا ثقتهم، وذاك علاش البرنامج نتاعنا من سنه الى اخرى قاعد يتمركز وقاعد يشد في الموقع نتاعو. مع ام ضد وليد قرفيله 3-2-1 تبكرو؟ ما نجمش نكسر كلمه سمير باش نقول ضد معاه ومعاه كما قال سمير. اكيد الواحد ولا حس روحه في عائلته الثانيه معناتها الحقيقه مش سهل انه بعد ليزيفور هذو ما وسنوات هذو ما يمكن انا عندي عامين سمير 5 سنين انه الحقيقه مشروع كما هذا تبنى على دي باز سوليد وافكار كل عام افكار جديده ان شاء الله كما قال سمير زاد بروح جديده برؤيه اخرى دي روبريك ينجموا يكونوا جدد ولو فما ايدونتيتي باللي روبريك تاع الحصه هذه استنسوا بها زاد المستمعين ومش سهل باش تبدلهم باش تغيرهم سمير. ان شاء الله نكونوا موجودين وحاضرين في موسم سادس الفريق تاع سبور بلس ان شاء الله. نتائج تصويت الجمهور انا خايف اللي يطلعوا اللي ما يحبوش سيزون جديده اكثر ترى قد 56 4 والله متقاربه نتائج متقاربه ريتم في اطار ديمقراطيه كنا النجم والانفتاح معناها ما يسالش هاوكا مقسومين ثم عباد ما تحبش ما عجبناهم مش ما رقنا لهم مش ما لا ولا بوتيتر يقول لك فيزيون اخرى تصويت معناها افكار اخرى فهمت دونك هما اللي يربح هما العباد اللي معاه
معه. اي فوالا الحمد لله وشكر له. فقط نحب نعمل التحيه لكل الفريق العامل. نبدا الحقيقه بالاعداد بشرى سعيد اللي بدات معنا الموسم، غدا علوي اللي تحقت بينا في 3 أشهر الاخيره، شكرا على الفورم تاعكم، شكرا على تحمل الطلعات والهبطات والمود نتاعي معناتها الذي ينبع من ستريس وينبع من الضغط اللي هو 80% متسبب فيه وليد قرفان وال 20% هو برج الجوزاء. اعتذر منكم الحقيقه. لي اف ام تي في وام رابح سفيان، ايمان الجدي كذلك خدمت معنا برشا، الاخراج امير الخميسي، تحيه زاده لعاطف مخرجنا اللي قدام معنا الموسم وانتقل الى السعوديه دبر كونترات البر، ان شاء الله اتمنى لك التوفيق يا عاطف. الويب زاده ايمن الويفي بدا معنا الموسم وحاليا في قطر، اميمه القربي، ريميرسيمون زاده الحقيقه لاداره اف ام، حامد سويح، انيس البورشيني، مهدي براضيه كذلك، سي لحبيب وخاصه سي لحبيب، شكرا على الثقه هذه المتجدده، شكرا لكم زاده توما الجماهير سبور بلس. الحقيقه نجم نقول جماهير سبور بلس خاطر الاودينس نتاع السنه الحقيقه كانت معناتها استثنائيه، الارقام كانوا استثنائيين سواء في وسائل التواصل الاجتماعي سواء في الاودينس العاديه نتاع لونتين، التفاعلات وتحيه خاصه، تحيه خاصه للناس اللي تروح من ديارها توصل لدارها تقعد تستنى سبور بلس وتطلع. أي. وتحيه للناس اللي ترقد في الليل وما ترقد كيما تحط حلقه سبور بلس، تحيه لكم تحيه للجميع، تحيه خاصه اللي خارج حدود الوطن اللي يقولوا انهم ونسناهم ونقصنا عليهم الغربه، شكرا للجميع، ان شاء الله كنا في حسن الظن نتاعكم، وحتى لو كان صاروا اخطاء مثالش راهو ما فماش موفيس فوا، الاخطاء حتى كان صارت مانيش ضد انه تصير الاخطاء، لكن راهو سوي سور انه ما فماش حتى موفيس فوا. نلتقي ان شاء الله وكان احيانا ربي في سبتمبر المقبل. صباح الخير. انتم تسمعوا في سبور بلس من 7 إلى 8 متاع الليل.